أرحب بكم برنامجنا هذا كوكينج والسميرة، وأقدم لكم أحلى وألذ الوصفات، أرجو أن تنال إعجابكم. برنامجنا اليوم رح أسوي لكم عدة وصفات للبرك. رح نبدي برنامجنا اليوم بتحضير برك الفطور أول إن مشروم. لهذه الوصفة رح نحتاج هذه المواد. طبعاً عندنا هنا 2 pounds of mushroom اللي قصيناه على شكل شرايح رقيقة كلش. لهذه الوصفة رح نحتاج أرغفة بقلاوة، رح نحتاج نوعين من الجبن، نحتاج جبن البارميجان ونحتاج جبن الفونتانيلا or you can use الموتزاريلا too. أيضاً رح نحتاج بصل أحمر واحد مفروم، راح نحتاج معدنوس مفروم، نحتاج ساور كريم، نحتاج ريد بابر اللي هو الفليكس طبعا اللي يكون حار، نحتاج الروزماري المجفف، نحتاج قليل من الثوم وطبعا قليل من الملح. والشيء الاخر اللي نحتاج لطبخ المشروم به هو راح نستعمل قليل من الريد واين، او تقدرون تتجنبون هذا اذا ما يعجبكم تستعملون الواين، تقدرون eliminate that completely. وطبعا راح نحتاج some olive oil حتى نطبخ البصل، وراح طبعا ندهن أرغفة البقلاوة بقليل من زيت الزيتون. فأول شيء راح نحمي قليل من زيت الزيتون تقريبا 3 إلى 4 ملاعق، نتركه إلى أن يحمى شوية. الزيت صار حار، راح نخلي هنا 1 ريد أنيون بصل واحد أحمر مفروم ناعم كلش، ورح نحرك إلى أن يلين المدة دقيقة إلى دقيقتين. البصل لان شوية صار لين، رح نضيف الثوم، استعملنا فصين ثوم مفروم، رح نحرك المدة دقيقة واحدة بس، ما نريد ينطبخ الثوم كلش هواية وبعدين يصير طعمه مر. هسه راح نضيف المشروم اللي طبعا قطعناه على شكل شرايح. بدنا نستعمل 2 pounds of mushroom، تقدرون تستعملون اي نوع مشروم يعجبكم. هنا انا استعملت البورتابولا مشروم، من هيك تشوفون لونه شوية اكثر غامقية من البطن مشروم. البورتابولا ينطي طعم كلش طيب لهذا النوع من البرك، وطبعا راح يكون طريقة طبخه همين راح تكون شوية أسهل، بس إذا يعجبكم تستعملون أي نوع آخر من المشروم همين it's okay. تتصورون هذه الكمية مع المشروم هواية إياها، بس من تنطبخ طبعا راح تقل كميتها كلش، تقريبا أكثر من النص راح تقل كميتها. نطبخ المشروم تقريبا مدة 5 إلى 6 دقائق إلى أن يلين كل الزيت. المشروم انطبخ تقريبا، شوفون المحلول كله اتبخر. آخر شيء راح نسوي راح نخلي نصف كوب ريد واين. طبعا لأي سبب من الأسباب إذا ما تردون تخلون الريد واين مو شرط تخلوه، بس هذا راح يضيف نكهة كلش طيبة لهذا النوع من الحشو. راح نستمر بطبخه لمدة 2 إلى 3 دقائق إلى أن يتبخر كل المحلول. هسه تشوفون المحلول اللي طبخنا به المشرومز شلون تبخر كله. It's nice and concentrated. راح نتركه حتى يبرد تماما قبل ما نخلي المواد الأخرى. خليط المشروم والفطور صار بارد حتى نضيف المواد الأخرى اللي نحتاجها لهذا الحشو. لهذا راح نضيف نصف كوب جبن بارميجان مبروش، نصف كوب جبن فانتانيلا مبروشة، نقدر نستعمل موتزاريلا أو أي أنواع تشيس اللي يعجبكم لهذه الوصفة، حتى تقدرون تستعملون فتا إذا يعجبكم. نصف كوب معدنوس مفروم، نصف كوب ساور كريم، ملعقة طعام روزماري مجفف، نصف ملعقة كوب
ريد بيبر اللي هو الفلفل الأحمر الحار، وقليل من الملح. الأجبان دائما تكون مالحة كلش، سنحاول أن نتأكد من ملوعة الأجبان. نخلط هاي المواد كلها سوا، وهذا راح يكون الحشو اللي راح نستعمله لهذا النوع من البرك. عندنا هنا أرغفة بقلاوة، راح نحتاج 3 أرغفة. أول شيء طبعا راح ندهن كل رغيف، هاي خطوة كلش مهمة إياها لدهن الأرغفة كلها قبل ما نخليها وحدة فوق اللخ، حتى ينطينا الكريسبينس وينطينا نايس اند فليكي بورك. نستعمل زيت الزيتون. أي وقت نستعمل أرغفة بقلاوة اللي هي تتسمى السيفري ديشز، طبعا اللي بيها الفيجيتابلز أو الجبن أو أي أشياء أخرى، نستعمل زيت الزيتون. بس إذا كنا دا نستعمل هذه الأرغفة لعمل بقلاوة أو أي أنواع أخرى من الديزرت، نستعمل الزبد حتى تنطي نكهة أطيب. راح نخلي الرغيف الثالث بيرفكت. راح نقسم هذا الرغيف الى 3 اقسام. راح نخلي قليل من الحشو. راح نضيف تقريبا نصف انش من الحافات. هسه راح نلف الحافتين فوق الحشو just like that، ونستمر باللف all the way to the end حتى نحصل هذا النوع من البرك. perfect. إذا يعجبكم تقدرون تستعملون 4 أو حتى 5 أرغفة بقلاوة حسب الحاجة. طبعا إذا يعجبكم تكون أكثر بيها أرغفة بقلاوة، ما تقدرون تستعملون as many layers as you want. perfect. راح نصفها. هسه راح ناخذ 3 أرغفة بقلاوة أخرى ونستمر نفس الطريقة. راح ندهن البرك كلها بقليل من زيت الزيتون حتى ينطينا نايس اند جولدن براون كولر من نطبخها. بيرفكت. البرك حاضرة حتى نطبخها بالفرن. لوكس جريت. حمينا الفرن 350 degrees. راح نطبخ البرك بالفرن لمدة 25 إلى 30 دقيقة. برك المشروم صار لها تطبخ بالفرن تقريبا 30 دقيقة. Look how gorgeous they look. And طبعا ريحتها إلى درجة طيبة. They will be so amazing. راح نخليهم حتى يبردون شوية قبل ما نقدمهم. هسه راح نبدي بتحضير برك خليط الأجبان.
لهذا النوع من البرك راح نحتاج 5 أنواع جبن. طبعا تعتمد انتو يا نوع جبن يعجبكم اكثر، تقدرون تسبستيوت او تبدلون اي نوع من الجبن اللي راح استعمل اليوم بغير نوع من الجبن. تقدرون تستعملون نوعين بس، تقدرون تستعملون 3 أنواع بس او 5 أنواع او حتى 6 أنواع، شنو انتو تفضلون يا نوع جبن تقدرون تستعملون. لهذه الريسيبي اليوم راح استعمل ريكوتا تشيز، راح استعمل فيتا تشيز، راح استعمل ايسياغو تشيز، فانتينيلا تشيز اند بارميجان تشيز. ويا هذا راح استعمل بصل اخضر مفروم، قليل من الفلفل الاسود، طبعا نحتاج اوليف اويل حتى ندهن ارغفه البقلاوه به. سو اول شيء راح نبدي، عندنا هنا كوب واحد من الفتا تشيز، راح نخليه بإناء مثل هذا حتى نحضر الحشو. راح نضيف 1/2 كوب من الريكوتا تشيز، راح نضيف 4 إلى 6 بصل أخضر مفروم ناعم كلش، قليل من الفلفل الأسود، ما راح نحتاج نخلي أي ملح لأنه الأجبان بها ملوحة كافية. أول شيء راح نبدي نخليه البارميجان تشيز، راح نحتاج 1/2 كوب من البارميجان تشيز، so we will grate it. راح نضيف 1/2 كوب من البارميجان تشيز المبرش، راح نحتاج 1 كوب من الايسياغو تشيز. ايسياغو تشيز تكون very nice melting cheese، تموع بسرعة تكون كلش طيبة ويا هذه الخليط من الأجبان، وراح أضيف نكهة كلش مختلفة. طبعا مثل ما قلنا أي نوع جبن يعجبكم تقدرون تستعمله. راح نضيفه فوق الأجبان الأخرى، وآخر نوع راح نحتاج هو الفنتانيلا تشيز، تقدرون تستعملوا موتزاريلا حتى إذا يعجبكم. ساعدنا 1 كوب من الفنتانيلا تشيز، تشيز كلش طعمه طيب، ومن طبعا ينخلط ويا هذه. تقدرون حتى تستعملون الجبن الاصفر اللي هو الامريكان تشيز او تشيدر تشيز، شو ما يعجبكم، بالاحرى اي انواع جبن اللي يعجبكم. هسه راح نخلط كل هذه المواد سوا حتى نحصل على الحشو. هذا النوع من البرك راح يكون كلش مميز وطعمه كلش طيب. سمحنا الحشو حاضر حتى نحشي البرك بي. الحشو حاضر اياه، عندنا هنا رغيفة بقلاوة، راح ندهن 4 طبقات ونخليها واحدة فوق بعضها. هسه راح نقسم هذه الأرغفة إلى تقريبا شرايط تكون رفيعة كلش، نقدر نقسمها إلى 5 أو 6 أو حتى 4 إذا يعجبكم حسب حجم المثلث اللي راح نحصل عليه. سأصور راح أقسمها ل5 أقسام. نخلي قليل من خليط الأجبان على كل شريط، تعتمد الكمية انتو جقد يعجبكم تخلون، اذا يعجبكم جبن اكثر او اقل فالشي هذا عايد لكم. هسه راح نلف، راح ناخذ طبعا القسم الاعلى من هذا من هذه الارغفة، وراح نطويها حتى تشكل لنا مثل المثلث، وبعدين راح نبقى نطوي diagonally just like that.
إلى أن نحصل شكل المثلث. إذا عدنا أي شيء أو أي كمية تكون زايدة نقدر نقصها حتى يكون عدنا هذا المثلث. ساعدنا الصينية حاضرة حتى نطبخها بالفرن. حمينا الفرن 325 درجة. راح نطبخ البرك بالفرن لمدة 30 إلى 35 دقيقة. البرك صار لدينا طبخ بالفرن لمدة 35 دقيقة. Look how beautiful, golden brown. وريحته إلى درجة طيبة. شوفوا المنظر شلون حلو. رح نتركه حتى يبرد قبل ما نقدمه. هسه رح نبدي بتحضير برك البطاطا والبازيليا. لهذه الوصفة رح نحتاج هذه المواد. عندنا هنا 2 باوندز أو باوندين من بطاطا مسلوقة. عندنا 2 كوبس اللي هي بازيليا تكون مجمدة، بس طبعا خليناها تموع شوية. وعندنا 2 بصل مفروم. عندنا نصف كوب معدنوس مفروم. ورح نستعمل كاري حتى نتبل هذا الخليط. ورح نستعمل قليل من الملح، وطبعا رح نحتاج قليل من زيت الزيتون اللي رح نحميه بمقلاة مثل هذه، تقريبا 3 إلى 4 ملاعق زيت الزيتون. نخليه يحمى شوية. الزيت حمى شوية، فرح نخلي هنا بصلتين مفرومة حجمها متوسط. تقدرون تستعملون أكثر أو أقل حسب ما أنتوا يعجبكم. رح نحرك ونترك البصل ينطبخ إلى أن يلين شوية. طبخنا البصل ويا زيت الزيتون لعدة دقائق إلى أن صار لين. هسه راح نخلي ملعقة طعام من الكاري. طبعا تقدرون تخلون أقل أو أكثر حسب أنتوا ما يعجبكم يكون حار أو لا، أو حسب نوعية الكاري اللي عندكم. مرات قسم أنواع من كاري تكون أكثر سبايسي، أكثر حارة من البقية، تقدرون تقللون من الكمية. وإذا يعجبكم هذا النوع من الحشو يكون كلش سبايسي، تقدرون تضيفون كمية أكثر. نحرك شوية بس حتى نقلي الكاري ويا زيت الزيتون حتى ينطينا نكهة كلش أطيب. كل ما نقلي أي نوع من البهارات راح تطلع ريحتها، راح تطلع النكهة مالتها أكثر من نقليها. صراحة نترك هذا حتى يبرد شوية. عندنا هنا طبعاً باونين من بوتيتا سلقناها، والمفروض تكون باردة كلش. هسه راح نقشر البوتيتا. راح نقطع البوتيتا على شكل مكعبات صغيرة كلش. راح نخليها بإناء مثل هذا. قطعنا البوتيتا كلها. هسه هذا راح نخلي البصل اللي طبخناه ويا قليل من زيت الزيتون، خلينا كاري وملح، راح نخليه فوق البوتيتا. لهذا راح نضيف نصف كوب معدنوس مفروم، وراح نخليه كوبين بازيليا. راح نخلط هذه المواد كلها حتى نحصل على الحشو. Beautiful colors. طبعا راح تكون الكومبينيشن مع هذه الخضروات كلها مثل البازيليا والبصل والبوتيتا. طبعا الكاري راح ينطيها نكهه كلش طيبه. It's going to be beautiful. لحشو البرك البطاطا والبازيليا عندنا هنا ارغفه الايج رولز اللي طبعا تجي دائما مربعه، وطبعا اكو انواع مختلفه من عندها، ديفرنت شركات، ديفرنت براند نيمز. مرات تشوفوها تجي يكون بيها نشا ان بتوين، مرات تكون رقيقه اكثر من البقيه.
أنا أحبذ أشتري هذا النوع لأنه كلش رقيق إياها وبسهولة نقدر نطويها. صراحة ناخذ رغيفين أول شيء، نغطي البقية حتى لا يبس، وراح نقصه إلى 3 شرائح. تعتمد شنو حجم المثلثات أو حجم البرك اللي يعجبكم. إذا تردون تكون حجمها أكثر تقدرون تقسموها إلى قسمين فقط. صراحة ناخذ هذه الشرايط، عندنا هنا قليل من المي اللي راح نخلي تقريبا ملعقة كوب من نشا، أتصور خلط قليل من النشا ويا المي راح يساعد الحافات حتى تلزق أكثر بسهولة، بس إذا تردون بس تخلون مي همين تقدرون، بس أنا أفضل هذه الطريقة لأنه كلش بسهولة تلزق الحافات، واللي هو طبعا كلش ضروري نريد الحافات تلزق كل الزين. صراحة ناخذ قليل من هذا المحلول وراح ندهن الحافات بهذا المحلول حتى نتأكد من أنه راح تلزق، وراح ناخذ قليل من الحشو ونخليه على الستريبس أو الشريط مثل هذا. راح ناخذ القسم من الايج رول وراح نلفه فوق الحشو بحيث يكون لنا مثل المثلث just like that. شوفون وتلفوه إلى أن طبعا يكمل المثلث كله. راح نبلله بقليل من محلول المي والنشا. And that's it. خلصنا لف البرك كله. راح ناخذها ونخليها بالثلاجة لمدة ساعة إلى ساعتين، ومثل ما قلنا حتى نقدر نخليها أوفر نايت، سووها قبل يوم وتقلوها اليوم الثاني. ورما تركنا برك البطاطا والبزالية بالثلاجة لمدة تقريبا ساعتين، هسه راح نبدي بقلي البرك. حمينا الدهن، نتأكد بأنه ما راح تنفتح الحافات، والبرس آنت بس نضغط عليها لحظة واحدة حتى ما تنفتح الحافات. شوفون شلون بسهولة تنطبخ. ناخذها من الدهن، راح نخليها على بيبر تاول حتى نتخلص من بقية الدهن المتبقي أو الزيت المتبقي، ونستمر بالقلي. شوفون شلون بسهولة كلش أو بسرعة بالأحرى. ريحتها إلى درجة طيبة، ريحة الكاري والبازاليا والبتاتا. Smells really good. هسه راح نبدي تحضير برك جبنة الفتا مع المعدنوس. لهذه الوصفة راح نحتاج هذه المواد. الشيء الأساسي اللي راح نحتاجه لهذه الوصفة، طبعاً أريد أشوفكم أنواع مختلفة من العجين اللي نقدر نحضر به البرك. سو هذه البرك، العجين مع البرك اسمه يوفكا، هو طبعا عجين تركية مصنوع من يكون ورق خفيف كلش، مصنوع من طحين وقليل من الملح والماء، ما بي خميرة ويكون كلش رقيق وكلش ينطينا نكهة كلش طيبة ورما نقلي هذا النوع من البرك. موجود بكل المحلات العربية، مرات يجي مقصوص مثل المثلث مثل هذا، مرات يجي كدائرة وراح نقصه على شكل مثلثات.
راح نحتاج جبنة الفتا، هنا عندنا 1 باوند اوف جبنة الفتا طبعا اللي هي الكرامبلد، وعندنا هنا قليل من أو نصف كوب من النعناع المفروم، وعندنا باقة كاملة من معدنوس مفروم، وقليل من الفلفل الأسود. صراحة نخلي النعناع والمعدنوس وراح نخلط هذه المواد كلها سوا للحصول على الحشو. راح نخلي قليل من الفلفل الأسود، ما راح نحتاج نخلي أي ملح لأنه الجبن خاصة الفتا تعرفون كلش مالح يكون، بس إذا يعجبكم تخلون، بعد تعتمد على نوع الجبن، إذا الضقوم يكون مالح كلش تقدرون تخلون قليل من الملح، بس أنا برأيي ما راح يحتاج. راح نخلط هذه المواد كلها سوا. لدهن الحافات العجين راح نحتاج نستعمل قليل من المي وبياض بيضة، راح نخلطها سوا. راح نفتح العجين، أكثر الأحيان تجي هذه العجينة تكون مفرزنة، فنريد نتركها بالثلاجة لمدة تقريبا ساعتين إلى ثلاثة أو حتى أكثر. ستشوفون هذه الأرغفة تكون كلش رقيقة، لازم نشتغل كلش بحذر. راح نحاول نحضر، نفصلها واحدة عن اللخ بحذر كلش. شوفون شلون تكون كلش رقيقة تكون حاضرة لنا حتى نحشيها. راح ناخذ واحد من الأرغفة، طبعا تشوفون تكون كلش تقريبا يابسيها، حتى نتأكد من انه ما من راح نحشيها ما راح طبعا تنشق او تتفطر. راح عندي هنا سبراي راح اخليها ارشها بقليل من المي كلش بسهولة حتى نقدر نلفها. راح ناخذ قليل من الحشو، استعملنا الفتا تشيز ويا البارسلي المعدنوس وقليل من النعناع، تقدرون تستعملون اي نوع اخر من الجبن، حتى تقدرون تستعملون خليط من الاجبان اذا يعجبكم. راح نطوي الحافتين just like that وراح نبدي نلف. just like a cigar. من نوصل هنا رح نبرش أو ندهن بقليل من خليط المي وبياض البيض حتى نتأكد من أنه رح تلزق كل زين. رح نخليه هنا بالصينية ونستمر بالحشو. تعتمد طبعا نوعية اليفكة اللي راح تشتروها، مرات قسم من عدها ما تكون هالقد جافة، تكون أكثر رطبة من البقية، سو تعتمد على النوعية اللي تشتروها أو من المكان اللي تشتروا. إذا شفوها ما تكون كلش يابسة مثل هذه حتى ماكو داعي أن ترشوها بالمي. يعني برأيي هذا النوع من العجين كلش طيبية لعمل أنواع البرك، it's my favorite. راح ينطينا هالبرك النايس اند كريسبي وكلش سهل تحضيرها. راح ندهن الحافات بقليل من المي اللي خفقناه ويا بياض البيض. خلصنا لف البرك، طبعا تقدرون تسوون تحشون البرك وتخلوها بالثلاجة لمدة طبعا ساعتين إلى ثلاثة، أو حتى تقدرون تسووها قبل يوم وبعدين تقلوها. هسه البرك حاضر حتى نقليه. لقلي البرك عندنا هنا دهن أم يوزنج كانولا أويل، تقدرون تستعملون أي نوع زيت نباتي إذا يعجبكم.
ما بدنا نستعمل اوليف اويل لانه راح تكون كلش ريحتها او حتى النكهه مالتها تكون كلش قويه. سو كان الاويل اتس نايس اند مايلد حتى نقلي هذه الاشياء به. صراحه ناخذ البرك ونقليها لعدة دقائق. إلى أن تصير لونها golden brown. ورا ما ينطبخ البرك من الجهة الأولى راح نقلبه حتى ينطبخ من الجهة الثانية. ونستمر بالطبخ. نقدر نقلبه عدة مرات حتى نتأكد بأنه كله صار nice and golden brown. هذا النوع صار طبخ. عندنا هنا صينية خلينا عليها بيبر تاول حتى عندنا أي دهن باقي بيها حتى نتخلص من عندها على البيبر تاول. دائما نحاول نسوي هيجي من نسوي أي نوع من القلي، نحاول نتخلص من الدهن. خلصنا قلي البرك كله، راح نطفي الفرن، راح نتركهم حتى يبردون شوية قبل ما نقدمهم. أشكركم شكر جزيل متابعتكم برنامجنا اليوم كوكينج والسميرة. برنامجنا اليوم سوينا وصفات متعددة لأنواع مختلفة من البرك. سوينا برك الفطر المشروم، سوينا برك البطاطا والبازاليا، سوينا برك جبنة الفتا والمعدنوس، وسوينا برك خليط الأجبان. كل هذه الوصفات طبعا هي وصفات فيجيتيريان للناس اللي ما يتناولون اللحم والدجاج وخاصة في فترة الصيام. إن شاء الله نشوفكم في حلقات قادمة مع وجبات ألذ وأطيب. يمكنكم مشاهدة برنامج كوكينج والسميرة على قناة الماس الفضائية كل يوم اثنين وجمعة، ونشوفكم في الحلقة القادمة.